السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معكم ياسر صاحب القناة إيطاليانو إيبسلون دوي. إن كنت مهتما بتعلم اللغة الإيطالية والتحدث بها بطلاقة، فأدعوك للإشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلك كل الدروس. Guarda cosa hai fatto! Hai rotto il vaso! Mi dispiace! Non l'ho fatto apposta! انظر ماذا فعلت! لقد كسرت المزهرية! أنا آسف! لم أفعل ذلك عن قصد! Guarda cosa hai fatto! Hai rotto il vaso! انظر ماذا فعلت! لقد كسرت المزهرية! Mi dispiace! Non l'ho fatto apposta! أنا آسف! لم أفعل ذلك عن قصد! Scusa! Puoi aiutarmi? Sì, certo! Con piacere! المعذرة، هل تستطيع مساعدتي؟ نعم، بالطبع، بكل سرور. سكوزا، بوي أيوتارمي؟ المعذرة، هل تستطيع مساعدتي؟ سي، certo، con piacere. نعم، بالطبع، بكل سرور. Scusa, puoi aiutarmi? Mi dispiace, non posso, sono occupato. Al-Madira, هل تستطيع مساعدتي؟ أنا آسف، لا أستطيع، أنا مشغول. Scusa, puoi aiutarmi? Al-Madira, هل تستطيع مساعدتي؟ Mi dispiace. Non posso. Sono occupato. أنا آسف. لا أستطيع. أنا مشغول. Puoi aspettare per favore? Certo. Non ho fretta. هل تستطيع الانتظار من فضلك؟ طبعا، أنا لست مستعجل. Puoi aspettare per favore? هل تستطيع الانتظار من فضلك؟ Certo, non ho fretta. طبعا، أنا لست مستعجل. Aspetta un attimo, mio nonno. Ti aprirò la porta. Grazie per il tuo aiuto. Sei molto gentile. انتظر لحظة جدي. سأفتح لك الباب. شكرا لمساعدتك. أنت لطيفة جدا. Aspetta un attimo, mio nonno. Ti aprirò la porta. انتظر لحظة جدي. سأفتح لك الباب. Grazie per il tuo aiuto. Sei molto gentile. شكرا لمساعدتك. أنت لطيفة جدا. Buongiorno Fatima. Hai dormito bene? È ora di alzarsi. Buongiorno mamma. Sì, ho dormito bene. Mi alzo subito. صباح الخير فاطمة. هل نمت جيدا؟ حان وقت النهوض. صباح الخير أمي. نعم، لقد نمت جيدا. سأنهض حالا. Buongiorno Fatima.
Hai dormito bene? È ora di alzarsi. صباح الخير فاطمة، هل نمتي جيدا؟ حان وقت النهوض. Buongiorno mamma. Sì, ho dormito bene. Mi alzo subito. صباح الخير أمي. نعم، لقد نمت جيدا. سأنهض حالا. Pronto. Posso parlare con te? Sono al lavoro e sono molto occupato. Non posso parlare adesso. Posso richiamarti più tardi? Non preoccuparti. Ti richiamo più tardi. Allo? هل أستطيع التحدث معك؟ أنا في العمل وأنا مشغول جدا، لا أستطيع التحدث الآن. هل يمكنني أن أعيد الاتصال بك لاحقا؟ لا تقلق، أنا سأعيد الاتصال بك لاحقا. برونتو. ألو. Posso parlare con te؟ هل أستطيع التحدث معك؟ Sono al lavoro e sono molto occupato. Non posso parlare adesso. Posso richiamarti più tardi? أنا في العمل وأنا مشغول جدا، لا أستطيع التحدث الآن. هل يمكنني أن أعيد الاتصال بك لاحقا؟ Non preoccuparti. Ti richiamo più tardi. لا تقلق، أنا سأعيد الاتصال بك لاحقا. Aspetta per favore. Ho bisogno di dirti qualcosa. Possiamo parlare? Mi dispiace. Non ho tempo per questo. Ti chiamerò più tardi. انتظر من فضلك. أنا أحتاج أن أقول لك شيئا. هل نستطيع التكلم؟ أنا آسف، ليس لدي وقت لهذا. سأتصل بك في وقت لاحق. Aspetta per favore. Ho bisogno di dirti qualcosa. Possiamo parlare? انتظر من فضلك. أنا أحتاج أن أقول لك شيئا. هل نستطيع التكلم؟ Mi dispiace. Non ho tempo per questo. Ti chiamerò più tardi. أنا آسف، ليس لدي وقت لهذا. سأتصل بك في وقت لاحق. إلى هنا نكون قد انهينا درس اليوم. أرجو أن يكون قد نال إعجابكم. شكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.